عايز أحط قدامك شوية معاني صغيرة من ممارستنا الروحية. أول موقف تتعلم فيه الاشتياق هو موقف الصلاة. الصلاة. وتهيألي أنت واخد بالك إن كنيستنا من الكنائس الممتلئة بالصلاة. الصلاة بكل أشكالها بقى. الصلوات، القداسات، الألحان، التسبيح، المدايح، الترانيم، كل دي أشكال من أشكال الصلوات. طب ليه الصلوات كتيرة في كنيستنا كده؟ أقول لك أصلك أنت بتاخد تدريب يومي، بتتعلم كل يوم علشان تتكون عندك رغبة وشهوة الالتقاء بالمسيح، إنك تقف قدام المسيح تبقى مشتاق له. وده اللي كانوا عايشين فيه. ده بنسمع عن القديسين حتى في أثناء عزباتهم كانوا يقعدوا يصلي، لأن هو الصلاة ده هي اللي أوجدت فيه هذه الرغبة. طب واحد ما عندوش روح الصلاة، قلبه ناشف، قلبه جاف، زي ربنا يحفظكم الأرض المشققة اللي ما فيهاش مية، تكون النتيجة تعيش فيها حشرات ولا تثمر. لكن الأرض الحلوة اللي فيها اهتمام، اللي باستمرار بتتعرض للشمس وبتتعرض للمية وللهواء، بتدي ثمر حلو. صلواتك هي أول تدريب يساعدك على إنك تبقى عندك شهوة الالتقاء بالمسيح. واعرف في كل مرة بتقف وترشم الصليب وتبتدي صلواتك مهما كانت صغيرة أو كبيرة، أعرف أن المسيح يقول لك أنا سمعك، أنا واخد بالي منك. أو زي ما عروس النشيد بيقول لها كده العريس، بيقول لها صوتك لطيف ووجهك جميل. صوتك لطيف، صوت الصلاة، مجرد أن الصلوات ترتفع صوتها ومعنى الصوت ده عند الله حلو. أول مشهد أو أول موقف تتعلم فيه هذه الشهوة، شهوة الالتقاء بالمسيح، هي الصلاة.